استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اللهم صل على روح سيدنا محمد بن الارواح وعلى جسد الاسد وعلى قبره بالقبور وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ابلغ روح سيدنا محمد منا تحيه وسلاما بفاتحه حضره سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد كل المهجرين وشفيع المذنبين جد الحسنين أبي الباطل الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله عز بيت الطيبين الطاهرين وجرية أجمعين أصحاب الميامين المنتجبين الطابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والصديقين الشهداء والصالحين أولياء القرن أجمعين وإلى روح صاحب المريض الشيخ محمد العزاق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولهم ولدرجات الجنة وانفعنا ببركاتهم يا الله وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والآخرة الفاتحة. استغفر الله العظيم وعلى والديه ولأصحابهم الواجبات عنهم ولجميع المسلمين والمؤمنات الحي منهم والأموات استغفر الله العظيم ولوالديه ولأصحابهم الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والأموات ولوالدي لأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا أحمد المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح سيدة خديجة الكبرى وعائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله. ثم الفاتحة لأبي سيدة فاطمة الزهراء ووالديها الحسن والحسن حسين وذرياتهم الجميع. ثم الفاتحة لذوي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وذوي سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي وذوي سيدنا علوي أم الفقيه. ثم الفاتحة لذوي سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقف وذوي سيدنا الحبيب أبي بكر السقران وذوي سيدنا الحبيب عبد الله العيدروس الأكبر وذوي سيدنا الحبيب عمر المختار وذوي سيدنا الحبيب علي بن أبي بكر السقران وذوي سيدنا الحبيب عمر صاحب الحمراء وذوي سيدنا الحبيب عمر باشي ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم الفاتحة لذوي سيدنا سلطان سويانسه وسيدنا الشيخ الديان وذوي سيد محمد المغربي وذوي شيخ عبد الرشيد المغربي ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم الفاتحة لذوي سيدنا الحبيب أبي بكر صاحب عينات وذوي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن جبري وذوي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس وذوي سيدنا الحبيب حسين بن ابي بكر بن سالم. ثم الفاتحه لذوي سيدنا الحبيب محمد بن عبد الكريم السفن المدني وذوي سيدنا ومولانا الشيخ ذات قلم بيان محمد ارشد البنجاري ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم اجمعين. ثم الفاتحه لروحي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي عبد الله فارس وذوي سيدنا صاحب الراتب قطب الارشاد وذوي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وذوي سيدنا الحبيب احمد زين الحبشي وذوي سيدنا الحبيب ابي بكر العطاس وذوي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وذوي سيدنا الحبيب حسين بن ابي بكر العيدروس ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم اجمعين. ثم الفاتحه لروح سيدنا ومولانا الشيخ قطب الاولياء عبد القادر الجيلاني وذوي سيدنا وذوي سيدنا الشيخ احمد رفاعي وذوي سيدنا الحبيب
احمد بدوي والبي سيدنا الامام الشيخ امام ابو الحسن الشاذلي واصولهم وفروعهم وذوي حقوق عليهم اجمعين. ثم الفاتحه لروح سيدنا الشيخ محمد عزاب وذوي سيدنا الحبيب حميد بن عباس بهاشم وذوي سيدنا ومولانا الشيخ شقنبول محمد زيني بن عبد الغني البنجري واصولهم وفروعهم وذوي حقوق عليهم اجمعين. ثم الفاتحه لروح سيدنا الحبيب طالب بن عبد الله بن صالح الحميد دنقول وذوي سيدنا الحبيب سقف بن المهدي بن شيخ ابو بكر بن سالم. ثم الفاتحه لارواح جميع الاولياء والشهداء والصالحين من مشارق الارض ومغاربها. ثم الفاتحه لارواح والدينا ومشايخنا وابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ولذوي الحقوق علينا اجمعين. ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم وبهومهم وبركاتهم ونفهاتهم وامدادهم والحاظهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره الى حضره الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. الفاتحه. 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 فيا أيها الراجعون منه شفاعة صلوا عليه تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المساكون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يطلب انصارا ويقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جنة أنعم واسعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أهل الورى منتقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد واصلح وسجل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآلك ومن للحبيب يا عشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توزاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عليكم يا قطب الزمان سلام ربنا المنان منه الرضا دعهم جريا يا شيخنا سام الزمان عليكم يا كتب الزمان سلام ربنا المنان منه الرضا دعهم جريا يا شيخنا ساق الزمان بجاهكم صلوا ربنا الى المطالب والقبر رسائلكم كاد الإخوان مثل الإفضال والإحسان عليكم يا كتب الزمان سلام ربنا المنان منه الرضا داوم جريا يا شيخانا ساكي ضمان لكم يا أهل الوصول رضا المولى البر الوصول عليكم يا كتب الزمان سلام ربنا المنان منه الرضا داوم جريا يا شيخنا ساقي الزمان يا للمعاني والوداد عليكم يا كتب الزمان سلام ربنا المنان منه الرضا داوم جريا يا شيخنا ساقي الزمان سنوضع كل الأمطار برسل حضرات الغفار عليكم يا كتب الزمان سلام ربنا المنان منه الرضا داوم جريا يا شيخنا ساقي الزمان وقوفنا يا سادة يا شيخانا ساقي الزمان
على النبي خير الأخيار محمد سر الأسرار عليكم سلام ربنا المنان منه الرضا دوام جريان يا شيخانا ساقي زمان قول الإكرام مدى الشهور والأعوام عليكم يا كتب الزمن سلام ربنا المنان منه الرضا دوام جريا يا شيخانا ساقي زمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به أما الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا عن بذلك نور من زاد الورى وسكت عناصره الشريفة مهتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سددا صلى عليه وسلم مولاه مع آل الله وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من فضاله عونا على نصب لمولد أحمد كي تنعش الأرواح عند سماعه وتجلد الأسماء درا مبددا يا رب عجل الصلاة وعدم عليه السلام ذاتك سرمدا درس بك تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لكبدة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى كتما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا فبوجه آدم لح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أبجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا الناجيان ومن يقول بخلافنا دل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى وبارك عليه وعلى آله فهو النبي
محمد ابن ذبيح ممن كان عبد الله كفا سيدا وبعبد مطالب أبوه لقد ضعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعن ابن عبد مناف من ينتهي لقصيد ابن كلابه مجري الصدى وهو ابن مراد بن كعب من الذي لأيهم نسب ابن غالب العيدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعبدا الله عليه السيد ابن نضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا وابن كنانة من خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا كتبن إلياس الذي في صلبه سمع النبيل الواحد صلى الله عليه وسلم سائل مضر وابن نزارهم أعني بابن معدهم من أرشد وهو ابن عدنان الإمام الملتقى من لدى به له انتساب أكدا النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خلف واعتدى واليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلى مفاخر الوجود تقبلنا يا حبيبي
باب الجنان يا ختم الختام يا قاسم أجسامي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا من إلى الرحمن دائم القيام فأنت إمامي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا يا سر العرفان يا هادم أصنامي يا أعلى مقامي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك وبيامها قدم ويسكن في الفراء من بعد جدك
للبريات أجهلا وتباشر بالشرق والغرب الغموس وبالصفا غير المشرد قررنا ووهين شرك أصبحت أصنامها منكوسة وأوامها لن يجهلا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم من بطوات به أنت قبلا وجميع أخبار وتقاره وزابها وجه الزمان تورلا ونقول ورجول بدر سعد من أفق العلا إلى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى 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 حملت نقورا بشرى ولكم من
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب اغفر لنا وإياك
مبارك عليه وعلى آله قد كان الله مصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله من يوجد أبيض عليك تشرب حمرة إذا قامت الطرق وأدين سكيت يدا الثانية الذي قد شرب الوظيفة راس مجدا أكنا لعرقين الأبر واسعا فمروح وآخر وحسنا أوحدا في حين طرف كان سيدنا كذاك جبهة فاقا حلالا أرشدا وحوى حواتب زججت وتفلدت أسنانه محمر وخد أوردا متدافئا فكأنما يلحق من سبب الآلاء مسترشدا من حسن طلعة وجهه الشمس اتست وبنور موضع جديد إلى بدر ارتدى ويفوح منه شهد يفوق بطيبه مسكا تكيا مصطفى فالأجيادا ويعظم الشرفاء والخبلاء ولم يهجر فاجرا بل تناه تعودا بعمله بخدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثرب يرفعه ويخسف نعله والعذر يبتغه ويسبه عن عدا لله رقى ثم يغضب ان فشل حرماته اذ في عواقبها الردى وذهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاد بالسلام قد ابتدى ويغازه الأصحاب حقا بزاعه ولهم بنصح لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام رسل أضحى مفردا يا رب عزك الصلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد الذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود، لا إله إلا الله المعبود، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله.
محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم أستغفر الله وأتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله وأتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله وأتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآيات الكرسي وثلاث مرات من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى أرواح من استمعناها هنا بسببهم عبيدك الفقراء إلى رحمتك المرحوم حجي علي أنسه بن صبران والمرحومة رشيدة بنت نووي والمرحومة حجة منتي بنت لدين والمرحوم عبد الهادي بن محي الدين والمرحوم صبران بن منصور والمرحوم حجي رحمتي بن عبد الوهدي ووالدنا ووالدكم عواد الرسيم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أو ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما
يشاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويقابل مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وسيدنا علي المرتضى وسيدنا خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وابن الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وجريتهما سادات الدنيا الأخرى وعلى جميع الآل وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وأحدق وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما استغفرنا وتبنا إليه وما سبحنا وبحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونودي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمفسرين والسادات صبية المنقين وأولياء الكون أجمعين وإلى أرواح جدي سيدنا الإمام أحمد المهاجر إلى الله صاحب أسيسة وأخواني بن عيسى الرومي بن محمد النقيب بن علي الوريضي ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين السجاد ابن الإمام حسين عليه السلام سيدي شهداء بكربلاء ابن الإمام علي كرم الله وجهه سادة النساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعم البكي سيد العلوي بن محمد صهيب البر وجدي أبو تريم الأستاذ الأعظم سيدنا البكي مقدم محمد بن علي بن محمد صهيب البر بن علي خلع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر وزوجته أم البقرة أبابا زينب بنت أحمد محمد صهيب البر وجدي سيدنا علوي الغيور بن محمد البكي مقدم صحابي تريم وجدي سيدنا علي صحابي الدرب وأمي سيدنا عبد الله أبو علوي بن علو غيور بن محمد الباقي مقدم رضي الله عنهم ورسولهم وبروهم والمنتسبين إليهم وقام اغفر لنا ولهم ولدرجات في الجنة وانفعنا ببركاتهم يا الله وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والآخرة. ثم إلى أرواح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني بن موسى جنقي دوسان وسيدنا أبو الحسن السجري سيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفعي وسيدنا إبراهيم الدوسوقي وسيدنا أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلع الخيرات والشيخ شرف الدين محمد البوصري صاحب البردة وسيدنا شعيب أبو مدين المغربي وسيدنا عبد الرحيم القنوي وسيدنا علي بن عمار الأحدري وسيدنا أحمد بن علوان اليمني وسيدنا أحمد بن إدريس الحسني وسيدنا محمد بن علي السانوسي وسيدنا أحمد بن محمد التجني وسيدنا محمد عثمان المرقني رضي الله عنهم وضعوا في لنا ولهم ولدرجة من الجنة وانفعنا ببركاتهم
يا الله وأصالهم وأنغالهم وعلوم في الدين والآخرة. ثم إلى الله جد سيدنا الفقيه مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وأخواني بن محمد مولى دويلة بن علي صاحب الدرب بن علي الغيور بن محمد الفقيه مقدم وسيدنا عمر مخضار وسيدنا عبد الرحمن السقاف وأخواني وزوجتي وأولادي وسيدنا محمد بن حسن جمال الليل بن محمد أسد الله بن حسن الطوربي بن علي بن محمد الفقيه مقدم وجدي سيدنا أبو بكر الحبشي بن علي بن الفقيه أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الطوربي بن علي بن محمد الفقيه مقدم وسيدنا عبد الله العدروس بن سيدنا أبو بكر السقران بن سيدنا عبد الرحمن السقاف وزوجته سيدة عائشة بنت عمر محضار بن سيدنا عبد الرحمن السقاف وإمام أهل الطريقة والشيخ علي الحقيقة سيدنا علي بن سيدنا عبد بكر السقران بن سيدنا عبد الرحمن السقاف وسيدنا أبو بكر العدني بن سيدنا عبد الله العدروس بن سيدنا عبد بكر السقران بن سيدنا عبد الرحمن السقاف وسيدنا عمار بن عبد الرحمن صاحب الحمراء وسيدنا محمد بن علي خليل وسيدنا أبو بكر بن محمد الجبري صاحب الدريم وسيدنا أحمد الكاب بن محمد بن أحمد بن أبو بكر الجبري صاحب الدريم وسيدنا عمر بن أحمد بركة صاحب الدريم وسيدنا العارف بن الله الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين صاحب الدريم والشيخ أحمد بن علوي بن جهدف والشيخ عمر بن عبد الله بن مخرمة والشيخ معروف بن عبد الله بن محمد بن جمال بن شباب وجدي سيدنا فحر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب العناد وأخيه سيدنا عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد السقاف وأولادهما وجدي سيدنا الحبيب أحمد صاحب الشعيب والجلالة بن محمد الأصغر بن علوي بن أبو بكر أبشي وأخواني وزوجتي وأولادي سيدنا عبد الرحمن بن محمد الجبري مولى العرشي صاحب الدريس وسيد يوسف بن أبي الحسن وسيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمار بن عبد الرحمن بن عقيل بن سالم بن عطاس بن أبيضة وشيخ علي بن عبد الله بن راس وسيدنا الحبيب سالم بن عمار بن عبد الرحمن بن عقيل بن سالم بن عطاس بن أبيضة وسيدنا الحبيب العالم العلامة عقيل بن عبد الرحمن السقاف وسيدنا الحبيب العالم العلامة عبد الرحمن بن شعيدي وسيدنا الحبيب العالم العلامة أسعد بن أحمد بن حسن الهذيني بعلوي وسيدنا الحبيب العالم العلامة محمد بن علي السقاف صاحب مكة وسيدنا الحبيب العالم العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه وسيدنا الحبيب العالم العلامة أحمد بن عمر الهندوان صاحب الغورة وسيدنا الإمام الداعي لله قطب الإرشاد وقوسة البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي محمد الدال صاحب الدريم وسيدنا الحبيب جدي وسيدنا الحبيب أحمد بن حاشم وأخي عقيل بن حاشم بن محمد بن أحمد صاحب الشعيب والجلالة وسيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأخي حسين بن زين الحبشي وسيدنا الحبيب عيسى بن محمد بن أحمد الحبشي صاحب خنفار وسيدنا الحبيب عمار بن عبد الرحمن البر وسيدنا الحبيب محمد بن زين بن سميث وسيدنا الحبيب عمر بن زين بن سميث وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن البر صاحب قرين وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى الأدرس بن مصر وسيدنا الحبيب شيخ بن محمد الجبر وسيدنا الحبيب شيخ بن محمد أستغفر الله وسيدنا الحبيب شيخ بن سقف بهاشم بوادي عميد وسيدنا الحبيب حسن بن صالح البهر الجبري وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن الفقي وسيدنا الحبيب والشيخ عبد الله بن سالم بن سمير صاحب الكتاب سفينة النجاة وسيدنا الحبيب إدروس بن عمر بن إدروس الحبشي صاحب الغرفة وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور صاحب الفتوى وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الطاس بن غريضة وسيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي في شيون وسيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله الطاس بن غريضة وسيدنا الحبيب محمد بن هادي بن حسن بن عبد الرحمن سقاف صاحب السيئون وسيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين صاحب التريم وإلى أرواح علي أبي علوي في درب الزنبل في وادي تريم رضي الله عنهم ووصولهم وأبوائهم والمنتسبين إليهم اللهم اغفر لنا ولهم ولدرجات من الجنة وانفعنا ببركاتهم الله وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والآخرة ثم إلى أرواح سيدنا الشيخ محمد بن عوف الدين النقشبندي وشيخ
محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البجري صاحب البلد وجدي سيد الحبيب عطروس بن حسن بن عقل حبشي وأخواني وزوجتي وأولادي وسيد الحبيب إبراهيم بن عمر حبشي وسيد الحبيب حامد بن عباس بهاشم وسيد الحبيب أبو بكر بن سالم بن محمد بن علي بن شيخ حبشي رضي الله عنهم وأصولهم وبروهم والمنتسبين إليهم وإلى أرواح جميع ساداتنا علي أبي علوي وأولياء الكون أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم ولدرجات بالجنة وانفعنا ببركاتهم الله وأسرارهم وأخبارهم وعلوم بالدين والآخرة. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى أرواحهم حديثنا معناها هنا بسببهم أفيدك الفقراء إلى رحمتك المرحوم حجي علي الشاه بن صبران والمرحومة رشيدة بنت نووي والمرحومة حجة منتي بنت لدين والمرحوم عبد الهادي بن محي الدين والمرحوم صبران بن منصور والمرحوم حجي رحمتي بن عبد الهادي أمين يا الله وتلون جانك من أجلهم اللهم اجعلوا بدال لهم من النار وفقاك لهم من النار وإذقا لهم من النار وسطرا لهم من النار وإجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأبي وأحمد ووالدين والدين وصول وقروحين ثم إلى أرواح من ضجعهم وقرب من أموات المسلمين كافة عما خصوصا من لا زائر ولا جاكر له ثم الجميع بالرحمن والرضوان وأسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا صل أعضاء وإذا استعين أعان. اللهم اذكر انكسارنا واقبل دجارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحرمنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على جرة واجعل آخرة كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم كما حييتنا عليها فحمدنا عليها غير مبنونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وانت حسبنا ونعم الوكيل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا الله يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا الله يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء لا واحدا لا إله إلا أنت يا الله يا رب. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم أمت سيدنا محمد اللهم اصبر أمت سيدنا محمد اللهم اذكر أمت سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد النبي ورسولك صلى الله عليه وعلى وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد النبي ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة من يد القبول يا الله وبالخصوص على نية صاحب البيت فوزي بن حجي الأنساب وإلى حضرة الحبيب العظام شفيع الأمم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيد الوجود أبو الأرواح أبو الحقيقة أبو الفقراء والمساكين جد الحسنين أبي الباقر الزهراء أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وجرية أجمعين وأصحاب الميامين المنتجبين والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين مصدقين الشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين ووالدنا ولكم أموات المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
إن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وأهلينا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم احفظنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى أن تجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم